طب خلينا نبتدي نفهم الحكايه اكتر. دكتوره ولاء عبد الحميد والده تلاميذ بمدرسه او والده التلميذ المصاب اللي اصيب في مدرسه شويفات. دكتوره مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو تقول لنا بس حاله ابن حضرتك ربنا يا رب يعومه بالسلامه ايه؟ ربنا يخليك. هي بدات من يوم الخميس ان هو نشاطه قل يعني مدروخ شويه، وبعدين السبت والجمعه كانوا نفس القصه، وبعدين بدا الحد يصحى الصبح بدري صداع رهيب في دماغه، وبعد كده قيء مندفع بعديه، وبعد كده مش قادر يبص على الضوء خالص. ودي كلها طبعا عشان انا اخصائي اطفال بحميات العباسيه، كنت في الرعايه وبعدين معاهم اساسا. فطبعا انا حضرتك طبيبه ايه يا دكتوره؟ انا اخصائي اطفال في حميات العباسيه. فانت عارفه وفاهمه الحالات دي. طبعا. طيب خدتيه على طول للمستشفى؟ ايه التشخيص؟ لا ما خدتوش على طول للمستشفى، خدته على طول للمدرسه الساعه 8 بالظبط. دخلته على الدكتور حسام دكتور المدرسه، وقلت له وعرفته بنفسي انا دكتوره ولاء، وده اشتباه في المخ خلي بالك منه، ده زي الحاله اللي ظهرت اي جي 2 عشان تاخد بالك لو في حالات تاني. كان قصدي طبعا ان انا انبهه لو في حالات تاني يبعتها على الحميات عشان انا لقط ابني في الاول، فعشان الناس ما تتضرش. يعني حضرتك بتقولي لي ان كان في حاله تانيه في كي جي 2، حاله هو ابن حضرتك في سنه كام؟ جريد 6. 6 في سنه 6. طيب فانت كنت بتنبهي المدرسه انه قد تكون هناك مشكله عدوى. ورحت للمسؤوله عن غياب، قالت لي يا محمود انت تعبان هتغيب النهارده، اسمها استاذه الهام. قلت لها محمود عنده نفس الاعراض اللي عند الولد بتاعه الاسبوع اللي فات، فخلوا بالكم يا جماعه عشان انا ليا 4 اولاد في الشويفات. طيب بعد كده وديتي العلاج بقى، انا عايزه اطمن على الولد الاول الحقيقه. الولد مره يبقى كويس ومره ما يبقاش كويس، وسويته رهيب من ظهره يعني والم رهيبه. حضرتك دكتوره وديتيه المستشفى؟ وديته الحميات طبعا. والحميات قالت عنده ايه؟ الحميات دخلنا الاستقبال وعملت له التذكره بتاعته العاديه اللي احنا بنكتب بيها التحاليل بتاعته، كانت نواصي دكتوره اماني، واستدعينا دكتور اسامه ابو الفتوح، وعمل البذل خد عينه من ظهر الطفل عشان نحللها بكتيريا وكيمستري، وطبعا طلعت الخلايا عاليه 110 اكترها حاجه اسمها. طب بصي يا دكتوره احنا انا مش فاهمه التفاصيل، الابن حضرتك طلع مريض بايه؟ ما هو ما تتقالش كده حضرتك، يتقال اشتباه زي ما احنا بنكتب اشتباه التهاب بالمخ. اوكي. يتم تقرري ده فيروس ده بكتيريا ده فيروس على بكتيريا. وهو لسه بيتعالج. هو طبعا الدكتوره هو بيتعالج مع الدكتوره حنان ابراهيم، دخلت له على طول على بكتيريا عشان الولد اعراضه جامده، لكن طبعا البذل بيقول مبدئي ده التهاب فيروسي. طيب هل في لجنه من وزاره الصحه جت خدت عينه من ابن حضرتك يا فندم؟ جم النهارده الدكتوره ايمان جت بلجنه النهارده وخدت عينه من الدم، وطلبت تحليل العينه الباقيه من السائل النخاعي للولد. طيب في المعامل المركزيه. طيب يعني ربنا يقومه بالسلامه باذن الله، بس واضح ان مفيش ولا نتيجه طلعت، مش كده ولا في نتيجه طلعت؟ لا طبعا نتيجه البذل طلعت من اللي انا بقول لك حضرتك عليها، بس حضرتك يعني عشان طبي علشان بس التفاصيل الطبيه الناس مش هتفهمها حضرتك. فانا بحاول ابسط بس، فانا عايز اعرف نتيجه التحليل طلعت ايه في النهايه؟ الدكتوره حنان قالت ده حنان ابراهيم ده اشتباه التهاب في المخ بكتيريا على فيروس. طيب انا يعني محتاجه اعرف اكتر من اطباء. طيب بشكرك دكتوره ولاء.